أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم بمناسبة العيد الأكبر، عيد الغدير الأغر. هذا العيد الذي هو نتاج أمر إلهي في أواخر أيام حياة النبي، حينما أمر الله عز وجل نبيه بصفته رسولا وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. النبي عنده خطب كثيرة، لكن هذه الخطبة تختلف تماما، لأنه أعلن مسبقا أنه يذهب إلى الحج، وأعلن أن هذه آخر سنة من حياته في هذه الدنيا، وقال: يوشك أن أدعى فأجيب. وطلب من المسلمين أن يرافقوه في هذا الحج، وهو حجة الوداع. جاء 124,000 من صحابة رسول الله ومن المسلمين من الأقطار إلى مكة المكرمة مع النبي، وأقاموا مراسم الحج، ولم يبقى النبي بعد إتمام حجه ولو ليلة واحدة، لأنه كان على عجلة من أمر التبليغ، لأن الله هدده قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما الأمر الذي أوصى به رسول الله في هذا مجال، حيث أن الله قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ولماذا كان النبي يتوجس خيفة؟ ولذلك قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. مقدمات هذه الخطبة مهمة جدا، لأن ليست مجرد خطبة في مسجد يقيمها النبي، وإنما هو أمر مهم بلغ به رسول الله قومه، وأمر الذين تقدموا أن يعودوا، وتوقف حتى التحق به من تأخروا عنه، ثم صنع منبرا وصعد عليه، وقال في تلك الخطبة أمورا كثيرة، لكن النقطة المركزية في تلك الخطبة أنه أخذ بيد علي ورفعها حتى بان بياض إبطيهما، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم دعا لمن يتولى عليا، ودعا ضد من يعاديه، وقال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. ثم لم يكتب بذلك، إنما أمر المسلمين بأن يبايعوا عليا، فالرجال بايعوه يدا بيد، وأما النساء فوضع مقدارا من الماء في طشت، وكان الإمام علي يضع يده في الماء، وتأتي المؤمنات والمسلمات ويضعن أيديهن في الماء ويقولنا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. حتى أن الخليفة الثاني قال: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحديث، هذه الخطبة التي لم تكن مجرد خطبة وإنما عمل قام بها النبي، هذا في الواقع يدل على عظم الأمر، أن الدين يرتبط بهذا الأمر، لأن الله ربط دينه الذي بلغه رسول الله بآخر ما قام به النبي، وهذه الخطبة المباركة التي عين فيها عليا وليا للمؤمنين: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه. وقد نزلت في هذه الحادثة ثلاث آيات. الآية الأولى التي ذكرتها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية الثالثة: سأل سائل بعذاب واقع. ذلك المنافق الذي رفض البيعة لعلي أمير المؤمنين، وقال: يا محمد أو يا رسول الله، هذا منك أم من الله؟ إن كان من الله فلينزل علينا عذابا، وقد أنزل الله العذاب عليه. هذه المسألة مهمة جدا، لن يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بولاية الله وولاية رسول الله وولاية الإمام علي. الولاية للإمام علي هي الولاية لرسول الله. من يرفض ولاية علي يرفض ولاية رسول الله، ومن يرفض ولاية رسول الله فهو يرفض ولاية الله عز وجل. نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من الموالين لعلي أمير المؤمنين، وأن يوفقنا لشفاعته يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.